من السنن التي يفعلها المسلم يوم العيد ما يلي: الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة. فقد صح في الموطأ وغيره أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة موجود في العيد، بل لعله في العيد أبرز. من الآداب ألا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى يأكل تمرات، لما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإذانا بالإفطار وانتهاء الصيام. وعلل ابن حجر رحمه الله بأن ذلك سدا لذريعة الزيادة في الصوم، وفيه مبادرة لامتثال أمر الله. ومن لم يجد تمرا فليفطر على أي شيء مباح. أما في عيد الأضحى فإن المستحب ألا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية. ثالثا التكبير يوم العيد، وهو من السنن العظيمة في يوم العيد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وابن مالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين، قال: نعم، كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام. وصح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى، قال وكيع يعني التكبير. وغيره أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجتهد بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يخرج الإمام. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. ولقد كان التكبير من حين الخروج من البيت إلى المصلى وإلى دخول الإمام كان أمرا مشهورا جدا عند السلف. من ذلك أن نافع بن جبير كان يكبر ويتعجب من عدم تكبير الناس فيقول: ألا تكبرون؟ وكان ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول: كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم حتى يدخل الإمام. ووقت التكبير في عيد الفطر يبتدئ من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما في الأضحى فالتكبير يبدأ من أول يوم من ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. صفة التكبير ورد في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ورواه ابن أبي شيبة مرة أخرى بالسند نفسه بتثليث التكبير. وروى المحاملي بسند صحيح أيضا عن ابن مسعود: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد.